السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مستمرين معكم ضمن الكيس استضيفي في منصة النورث ستار التراساوند. أنا الجيلاني علي. اليوم حناخد حالة جديدة، تمام؟ ال patient history: female patient 55 year come with the pain in the upper right abdomen, feeling the full after the eating only small amount to the foot، أو ما نسمي الحالة دي بال early static and the nausea and vomiting. طيب، هي الفيميل وقت جات في العيادة كانت بتعاني مشاكل كثيرة، أو ما نسميه loss of peptic، عندها فقدان برضو كان للشهية، فكانت بتاكل يعني جزء بسيط من الأكل وبتحس بالشبع، تمام، أو الشبع المبكر، وكانت برضو بتعاني من النوذية، من القثيان، ومن الفوميتينج. طيب، الدكتور suspect حسب الورقة اللي جات فيها، الدكتور كان شاكي في الكولولايثيزيز، بنكرياتيتيز، or maybe the peptic ulcer. كل الحاجات بتجي ماشية مع الساين والسيمتومز. التراساوند تكنيك: استخدمنا التراساوند كالفيلينير بروب 3.5 to 5 ميجا هيرتز for evaluation the abdominal organ, the liver, the kidney, both kidney، ونعمل evaluation للسبلين. واهم شيء يا جماعة، احنا برضو لازم نعمل evaluation للميدياستينوم، ونعمل الميد لاين اوف ذا ابدومين، ونشوف البايلاترال برضو من الجست، ونتاكد ان ما في اي فيوجن في كل الباوتش الموجوده عندنا، تاكدنا منها كلها باستخدام الكالفيلينير، ومنها مشينا وكمان للبيلفيس، عملنا ايفالويشن لكل البيلفيك اورجان، في النهايه عملنا ايفالويشن للابدومينال اورجان على الجي اي تي باي يوزنج اللينير، وهو يعتبر هاي ريزوليوشن. الايمج اوف ذا التراساوند: بعد ما عملنا الايمج اوف ذا التراساوند ظهرت معانا بال باي 2، تمام، بالتي اس والال اس لانجيتيودنال والترانسفيرس سكانينج فور ذا ليفر. لاحظنا فيها فيتشر اوف ذا ليجون، في ايكوجينيك ليجون كان بيظهر معي، تمام، وركزنا برضو هنا على الفيتشر اوف ذا بورتال كان هنا برضو نورمال. طبعا البورتال differentiation from this vein بيكون echogenic wall، تمام. طيب، في بعض الناس بيقول لي ممكن احنا برضو بنشوف بعض الهيباتيك فين echogenic. الموضوع بيرجع دائما على الانجيوليشن، لو انت داخل بانجيوليشن فبيظهر معاك echogenic. دائما subcostal evaluation للدوبلر for measurement of size او البورتال فين، تعالوا subcostal intercostal، وكي تجوف الانتركوستال انت هنا عايزين تعمل evaluation للدوبلر فلو فور ذا دوبلر، تمام، دوبلر فلو للبورتال فين، اذا سب كوستال عشان نقيس بها السايز، ولما نجي انتر كوستال عايزين نتاكد من الفلو. طيب، ظهر معي، نشوف الفايندينج بتاعتي كانت شنو بالضبط. التراساوند فايندينج: باي جراي سكيل فيتشر اوف ذا ايكوجينيك ليجون اوفيل ميجرمنت فروم ذا 2.3 الى 3.1 سنتيمتر اند ذا بريفرال دوبلر فاسكولاريتي، normal liver size and the echo texture and the normal echogenicity. طيب يا جماعة، نحن لازم نفرق دائما من ناحية الايكو تكشر ومن ناحية الايكوجينيسيتي، من ناحية الليفر نفسها، من ناحية الايكوجينيسيتي ومن ناحية الايكو تكشر. في الايكو تكشر حاول اعمل ايفالويشن في الليفر، نرجع للصورة مرة تانية، عايزين تتأكدوا، شوفوا الليفر، اعملوا زوم وتغيير من كل الاجزاء، اقسموا الشاشة الى 4 اجزاء، اتفقنا؟ نحاول نجيب الرايت لوب والليفت لوب من كل النواحي، نتأكد ان الايكوجين او الايكوتكشر بتاعتهم كلها هل هي متساوية؟ اذا معناه نورمال كايكوجينيسيتي ايفالويشن مع الكورتكس اوف ذا رينال. طيب، بريفرال دوبلر فاسكولاريتي، لاحظت ان يعني بريفرال دوبلر فاسكولاريتي، نورمال ليفر سايز، الليفر سايز ظهرت معنا نورمال، ايكوتكشر نورمال، ايكوجينيسيتي، وكان كمان ظهر معي البورتال فين نورمال فلو، ما في فيتشر بتاعت هايبرتنشن، بورتال هايبرتنشن ما في، وعندي نورمال جول بلادر اند ذا سي بي دي كومون بايل داك. الكونكلوجن في النهايه، ذا فيتشر اوف ذا هيمانجيوما، ليفر هيمانجيوما، والليفر هيمانجيوما يا جماعه عندها عده ظهور، ما اشترطت علي ميبي تكون هايبوكويك ايكوجيني، او بتكون عباره عن راوندد ليجون هايبوكويك وذ ذا انترنال، سم تايمز تشوف فيها فيتشر اوف ذا انترنال فوكاي اند ذا هايبوكويك،
ودي تختلف طبعا يا جماعة على حسب المدة بتاعة الهيمانجيوما. هيمانجيوما هي في النهاية فيتشر اوف ذا بناين ليجون، وكم اللي احنا بنلقاه في الدايبتيك وفي الفيميل، ودايما بنلقاه مع الناس الاولد. هيمانجيوما، the liver hemangioma is the non-cancerous or the benign. إذن هي benign mass in the liver made up of the tangle of the food vessels. Also not the hepatic hemangioma or the cavernosal of the hemangioma. This liver mass are the commonly are estimated occurring up to the 20% of the population. إذن هي commonly ممكن نشوفها. Thank you for attention.